الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. سيدة كترة ما عندها الوضع ما عادش يعجب أصلا جملة ما عندها فهمتني ما عندها شنو نحن المتنفس الوحيد اللي عندنا في قروان هي معناتها الكورة الشباب الناس كلها بعدت عليها الناس كلها هربت عليها فهمتني هيك تشوف الوضعية اللي معناتها ولينا نعيشوا فيها فهمتني لازمنا حل وقت تشوف زيادة سيدة معناتها ما تقول مش نعملوا وقفة ما يجي حد معناتها كعبتين وكعبة معناتها شيء يحزن ولا معناتها لازمنا حل لازم العباد كلها تتحرك فهمتني ما نعرفش العباد علاش ما عادش تحب الشباب والله اعلم والله شيء اسف على الاخر ما فماش حتى حل حبيت الكره ديما لاسباب ماديه فهمتني واي انسان يجي يشد الشباب راه وغزلي يجي يشد معناتها الناس كل الشد ما فما حتى واحد معناتها انه يعاون معناتها يجي يشد معناتها ما عنده حتى فلوس مش تبقى ديما الشبيبه مساله وديما ما فماش فلوس وديما نفس المشكله اللهم يجي حد اخويا يقف للشبيبة وبالحق بقلبه رب وضعية كارثية للشبيبة الرياضية القيروانية عندها تو مدة 10 سنين ما هيش معنا لكن احنا طالبين من سلطة الأشراف اخويا ما طالبين حتى شيء طالبين من السيد الوالي اخويا شوف لنا جمعيتنا شوف القروان بالأخص القروان حالة كارثية حالة لا إثنى لها عليها هكا انا ما فهمتش عليها وين رجال القروان وينهم عليها بها اليوم القروان ولات جيسكا ولات ما فهمتش شنو حكايتها علاش يحبوا بالضبط معناها من القروان عليه شك خلوها في عزوف تام اليوم ما فهم حتى رئيس حبي قادر الجيد كلمة يقول لك الجمهور يسب فينا حمدي المدي ما يسب فيه الجمهور وتشوف ترجي في عينه مراتب أنا نطلب الرؤساء القدوم من سي محمد عطلة من سي عبد الرزاق يزيد سي بشير الأحمر الرؤساء كل يا أخويا يرحم والديكم أخويا التفوا حول الجمعية عليه شك جمعية اليوم رئيس الشبيبة الرياضية القيروانية راهي ماهيش من تفهم جمعيات اليوم كانت تتمنى باش تلعب مع جيسكا اليوم تخسرها في المراتب الأولى في الوسط الناسيونال وجيسكا ماشي للهوات المطالب نتاعنا اخويا نطلبوا من سيد الوالي يدخل اخويا عينوا لنا رئيس وشوفوا لنا جمعيتنا اخويا والقروان نحبوا نزيد القروان تحب اخويا عليه شكل الوضع الكارثي هذه جمعيه راهي مش تتحل ماشي للهاويه هذه للشباب للطوب سي ما عاش فيها سي راهي ماشي للهاويه الشباب راهي مش تتحل الجمعيه اجتر معناش الاستاديه راهي مراقبات اخويا يرحم والديك وقفوا لنا شوي للبلاد هذه ولا جمعيه يرحم والديك ما عندنا حد شيء في البلاد اكثر من الجامع الكبير والشباب راهو ما عندنا حد شيء والله مطالبنا احنا باش تحسن وضعيه الشباب باش الشبيبة ترجع للصنف الكبار الشبيبة تعرفوها معناتها فريق عريق الشبيبة مش نتاع الوطني بها الشبيبة مش نتاع الوضعية هذه اللي هي فيها تو معناتها احنا نطالبوا الوالي نطالبوا السلطة الجهوية باش تقف مع الشبيبة باش تعاوننا باش الشبيبة ترجع للصنف الكبار الشبيبة مش نتاع الوضعية هذه صراحة كتشوف شيء حزن شيء أسف في القروان واحنا ما عندنا حتى شيء في القروان عندنا كان الشبيبة الشبيبة هي كل شيء الشبيبة هي اللي تزهينا هي اللي تفرحنا هي اللي ما عندنا حتى شيء في القروان كان الشبيبة الشبيبة حل هيبك قيس سعيد يرحم والديك شديت رئيس مرحبا بيك وانت سيد الناس الكل نيدي يا اخوي عاوننا الشبيبة عاوننا الشبيبة يا اخوي رانا بقبق كيف ما عاونتوا الترجي وعاونتوا الافريقي وعاونتوا برشا جمعيات الشبيبة شبيه القروان القروان اللي تنادي وتقاسي وكل شيء راه عاونونا اخويا ما يسيرش نحسب روحنا نمدوا في ايدينا عاونونا الشبيبة اقفونا مع الشبيبة شوي المسؤولين رجال الاعمال الناس الكل راهي تدمرنا راهي تدمرنا راهي حال هيبك الشبيبة غرقت ما نحبوهاش تغرق نحبوا على الاقل ننقذوها نحبوا نخرجوا بها لبر الامان نحبوا نرجعوا الجمعيه الشبيبة والقروان وكل شيء نحبوا ترجع للقمه رانا اولاد القمه وبلاد القمه بناد عقبة ابن ونفع بغير ما نحكي لك تاريخنا كبير في كل شيء معناها ماذا بيكم يقفونا شوي ورجعونا تلفتونا شوي مونك في كل شيء مونك في الرياضه في الصحه في التعليم في التربيه في كل شيء رانا مونك تلفتونا شوي اخوي عملونا حساب رانا اهل القيروان اهل الوسط عملونا حساب الحياه فام الحياه فام زهره الحياه